أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. النهاردة بنحتفل بعيد الشكر أو الثانكس جيفنج، ويمكن اتكلمت عن إيه المناسبة اللي اتعمل علشانها عيد الشكر، وناس بتشكر ناس وممتنة لناس عشان عملوا معاهم معروف وأنقذوهم من الموت. ده البشر بيشكروا بشر لمجرد حاجة اتعملت، ما بالكم السيد الرب يسوع اللي جه بنفسه وتنازل ودفع دمه الثمن لخلاصنا ولحياتنا الابديه. مش يستاهل الشكر والامتنان؟ عنوان حلقتنا النهارده الحلقه مميزه جدا جدا جدا. احنا جايين فعلا بنحتفل وبنقدم الشكر والحمد والتسبيح للرب. عنوان الحلقه كونوا شاكرين. كونوا شاكرين. هنتكلم عن ازاي نشكر، ايه هو الشكر، هنتكلم عن ايه فوائد الشكر في حياتنا وبركاته، هنتكلم عن ازاي يكون الشكر اسلوب حياه، ما هوش مناسبه ولا الوقت ولا الموقف، لكن هو اسلوب حياتنا، ان احنا نكون طول الوقت شايفين عمل ربنا في حياتنا، شايفين نعمه ربنا في حياتنا، شايفين الحاجات اللي منوره والايجابيات في حياتنا وبنشكر عليها. ده موضوع حلقتنا النهارده. الحقيقه الحلقه زي ما قلت لكم مميزه جدا، والضيوف كمان مميزين جدا. هما ضيوف عيله اسره بتخدم ربنا، عيلة مميزة جدا، غاليين على قلبي جدا، ليهم خدمة في كل مكان، يمكن كل واحد في مكانه، وجايين وعيلة شاكرة جدا وجايين يحتفلوا معانا بعيد الشكر. رب الأسرة السعيدة جدا يكون معايا الدكتور القس هرماس. أهلا بحضرتك يا دكتور قس. أهلا بك. أهلا بحضرتك. زوجته الأخت منال، أهلا بيكي ومنورانا في أول مرة. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. والبنات الحلوين الخادمات فينا دلدلع فينا. الاسم الحقيقي فارينيا. اهلا بيكي يا فارينيا منوره. وجولي، اهلا بيكي يا جولي. وانا سعيده جدا 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 ان انتوا تكونوا معايا في الحلقه، وكمان مش في اي حلقه لكن احتفال، وبنقدم الشكر لرب المجد. واحنا نحب نقدم معاك الشكر لرب. امين. طيب أسيس الماس، عايزة كده في الأول قبل ما نبتدي بقى تسبيح والاحتفال بتاعنا الحلو، تقولنا إيه تعريف الشكر من وجهة نظرك؟ الشكر بكل بساطة، الشكر بوجه عموم عام مش يخص ربنا، كلمة شكر هو رد فعل طبيعي من الإنسان لحاجة حلوة اتعملت معاه. فيعني الذوق الصالح بيقول إن لما حد يعمل معاه معروف أقول له شكر بكل بساطة. فهو حاجة بينتظرها العمل الجميل، وحاجة طبيعية للي معمول فيه الجميل. يعني طبيعي لما أي واحد يعمل لي أي حاجة الذوق الصالح اللي الكتاب بيتكلمنا عليه أقول شكر. وكمان بتبقى نازلة على قلب العمل الحاجة الحلوة، يعني لما عمل حاجة وحد قدره فبتبقى نازلة بشكلها جميل. وده بان قوي في يسوع لما شاف 10 بوس ورجع واحد يشكر. الرب ما طلبش منهم الشكر، هو ما قالش لازم تشكروا لما أنا هشفيكم، لكن لما رجع واحد قال له شكرا كان رد فعله قال له امال فين التسعه، انتوا مش كنتوا 10؟ وكان ربك كانه بيقول بالموقف ده ان الطبيعي انك تقول شكرا للي بيعمل معاك معروف كويس. فده ببساطه الشكر. ده لو هو كمان مدرك ان ده معروف وان ده ميزه او ده حاجه عمل صالح اتعمل علشان. الحقيقه ان احنا حياتنا مليانه اعمال صالحه الله محوطنا بيها بالزبط. بس نجح عدو الخير ان خلينا ما ناخدش بالنا منها، ناخد بالنا فقط من الاساءه، هي دي اللي بتعلق معانا. وكان من حقنا يتعمل فينا مواقف شكر كتير. ولما يحصل موقف وحش وانا اللي اكون السبب فيه مش ربنا، بقوم جاي قايل انت السبب ليه يا رب، وده اللي يعلق. ايوه ده صحيح. يعني الحاجه اللي بنقع فيها ليه يا رب، الحاجه الكويسه لا ده مفروض على ربنا يعمل معايا كده، ودي نقطه مهمه جدا. طب ما تيجي نرنم، نبدأ كده في ترنيم قبل ما ندخل في الحوار. احنا نحب نبارك ربنا وندخل أبوابه بالحمد دياره. أمين. بالتسبيح نحمده لأنه صالح. أنا بحب أشهد وحاجة جميلة إن أنا وعيلتي اتدربنا في الشكر. يعني حتى يمكن بعد التسبيح لو يجي وقتها عندك إن الشكر محتاج تدريب. أيوه ده لازم نتكلم عليه. نجح العدو إن هو يسلبنا الشكر. بعد ما نعرف الشكر بيعمل ايه وايه 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 وايه، انا رايي ان ربنا النهارده عايز يلفت نظر كل مشاهد انه يدخل الشكر لحياته، لان الشكر مفيد جدا 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 لينا كمؤمنين، بينما التذمر ضار جدا جدا. صحيح.
ايوه يا رب احنا بنذبح الحمد والشكر كذبيحه امام جلالك زي ما انت بتقول ذابح الحمد يمجدني. اقبل مننا كل ذبيحه حمد مبنيه على عمل دمك وعمل نعمتك يا رب. احنا مرتبطين بيك بمواقف احسنت فيها الينا ورحمتنا وواعدنا وسددت احتياجاتنا وسيكت من حوالينا. شكرا ليك يا بابا، شكرا ليك يا الهنا على كل اللي انت صنعه. واخدين بالنا يا رب انك صنعت في حياتنا مواقف كتيره جدا جدا تستحق عليها الحمد والشكر. تربطني بيك مشاعر، تربطني بيك مشاعر وصداقة وحكايات، ما انت بزوفي شاعر ومشاركني الأزمات. تربطني بيك مشاعر وصداقة وحكايات، ما انت بظروفي شاعر ومشاركني الأزمات. يا يسوع من زيك يا ابن سكتها بإيديك يوم ويوم انت عدتها كبرت مسنودة عليك. بنت علاقة بنيتها أنا سكتها بإيديك يوم ويوم انت رعيتها كبرت مسنودة عليك. يا يسوع من زيك يا ابن الله، يا يسوع انت الأعلى فعلا، صالح وبنستناك يا يسوع، صالح وبنستناك يا يسوع من زيك يا ابن الله. يا يسوع انت الأعلى فعلاك، يا يسوع صالح وبنستناك، يا يسوع صالح وبنستناك. أحسن ده قلبي معاك أفرح وارتفاع وأنا فيها بستناك تقودني للاتصال. أحسن ده قلبي معاك أفرح وارتفاع وأنا فيها بستناك تقودني للاتصال. يا يسوع من زيك يا ابن الله، يا يسوع صالح وبنستناك. اتغير قلبي كتير لما قطع ارشاداتك وحببك التغيير لما داقوا بلمساتك. اتغير قلبي كتير لما قطع ارشاداتك وحببك التغيير لما داقوا بلمساتك. يا يسوع من زيك يا ابن الله، يا يسوع انت الاعلى فعلاك، يا يسوع صالح وبنستناك، يا يسوع صالح وبنستناك، يا
استسلم انا ليك يا احلى اب وصديق، وانعس في حضن ايديك واطمن عالطريق. استسلم انا ليك يا احلى اب وصديق، وانعس في حضن ايديك واطمن عالطريق. يا يسوع من زيك يا ابن الله، يا يسوع انت الاعلى فولاك، يا يسوع صالح وبنستنى، استنى يا يسوع من زيك يا ابن الله، يا يسوع انت الاعلى فعلان، يا يسوع صالح وبنستناك، يا يسوع صالح وبنستناك. الله ربنا يبارككم. الله يبارك. صالح يا يسوع وبنستناك، صالح وبنستناه ان احنا نشوف صلاح ربنا. قسيس رماس، انا عارفه ان حضرتك كاتب ترانيم كتيره جدا، ويمكن كاتب ترانيم عن الشكر كمان. ازاي بتشوف ازاي بتشوف الشكر قوه في دخول محضر ربنا، او ان ربنا بيديلك او بيدعم الموهبه بتاعتك، او انك انت تلاقي كلام يعني يخدم محضر ربنا او للرب، لمجد الرب؟ بصي، هو انا بشهد في كل حته وبقول انا كنت عيني مش مفتوحه على الحاجات دي خالص. عيني كانت مفتوحه على ان انا بدخل عندي سكه واحده لكتابه الترنيمه، اللي هي التجربه الشعريه اللي بيمر بيها اي شخص، التجربه اللي بداخل فيها موقف صعب، فبعد تعزيه الرب وطلع بقى انت عارفه اللي مجروح، فلا شك ان المشاعر المجروحة مش هتطلع إلا حزن في النغم. فدي كانت زمان الحتة الوحيدة اللي عندي، الحزن والمواقف الصعبة، فكنت دايما أحكي، وكلنا محاوطين بمواقف صعبة. لما بدأ ربنا يكلمني عن التسبيح، كان المصدر الكتابي في الإعلان التسبيح اللي هو الكتاب المقدس. فالكتاب المقدس علمني إزاي أسبح. فمثلا الشكر قوة في الدخول لمحضر الله. فالكتاب بيتكلم في مزمور 100 عدد 4 بيقول ادخلوا أبوابه بحمد، اللي هو الشكر، دياره بالتسبيح احمدوه اشكوه وباركوا اسمه. فالشكر يعني هو الرب طالبنا نخش ابوابه بالحمد. انا قلت الله، لما الرب طالبنا نخش ابوابه بالحمد، ما انا كنت بنكد شعب الله ليه؟ يعني انا كنت دايما ابكي وبكي الناس، وزي ما كنت شابكي ما احسش ان انا اتعزيت. فحسيت بخطئي. هو الهنا رحيم قوي، هو عايزنا نخش ابوابه بالحمد، وبيقول كده ادخلوا ابواب الحمد دياره بالتسبيح. ولقاني انا داخل بالحزن من مروعه الهنا برضه بيباركني. هو عارف ان انا بيشجعك بيشجع، رغم ان انا داخل عكس اللي هو قايله. هو قال لك ادخلوا ابواب الحمد دياره بالتسبيح، يعني افرحهم، ادخلوا قدامي بفرح. وانا كنت بخش بالنكد، ما كانش بيجازيني لان ما كنتش اعرف، فكان بيباركني ان اب حنين. هو قال لي حاجه وانا بعمل عكسها، رغم كده بيباركني. وده اللي بيحببنا في الهنا، الهنا ما فيش زيه. لكن لما لقيت الكتاب بيقول حاجه، اللي قلت الله، طب انا امشي حسب الكتاب. لو انا عايز ادخل اقول له شكرا، اقول له شكرا بطريقته. لو انا عايز احمده، احمده بطريقته. فالكتاب علمني، عشان كده الكتاب هو المصدر الاساسي لان الشكر. انا اتعلمت، تعرف بعدها ايه يا مال؟ ان انا اول ما ابدا اجتماع اقول للناس موقف او موقفين رب عملهم معاك، اشكر عليهم. وبدات اتعلم الشكر، لان الكتاب واضح ان رب له مقاصد خفيه من وراء الشكر، وابليس له مقاصد خفيه طبعاً من عدم الشكر. صح. وهنعرف بعد شويه الشكر بيبهدل ابليس. التذمر. حق الشكر الله بيبهدل ابليس، اللي هو التذمر بيبهدلنا. عدم الشكر بيبهدل ابليس. سوري، الشكر بيبهدل ابليس. وعدم الشكر مريح لابليس. فعشان كده رب له مقاصد، قال لك انا عايزك تشكر كل وقت لانه لمصلحتك انك تشكر. فالشكر له قوه في الدخول لمحضر الله. وفي ارميه 17 عدد 26 بيقول ويدخلون بذبائح شكر الى بيت رب. فنفسي نتعلم في بيوتنا، نتعلم في اجتماعاتنا، او ما نبدا بالشكر. اي حد بيقود كده، لو بياخد 3 دقائق 4 دقائق يطلع الشكر من قلوب الناس، ما تعرفيش ازاي بيقلب الاجتماع ويفتح الاجواء الروحيه ويخلي حضور الله يبان في وسط الكنيسه. وكمان في ارميه 33 بيقول حته جميله عن الشكر، اللي هو صوت الطرب، صوت الفرح، صوت العريس، صوت العروس. اعتقد دي هنقولها لحته تانية.
لكن هو بيقول صوت الذين يأتون بذبيحة الشكر إلى بيت رب. يعني دي وكأنها نقط من النقاط الأساسية. لما لقيت رب بيعلمني كده قلت لا أخش بقى بطرقه، أنا داخل ألفت نظره بأن بقول له شكرا فأقولها له بالطريقة الكتابية اللي تفرق معي. فتعلمت وأنا وأسرتي ساعدوني في كده، بقينا ناخد بالنا من الحاجات الصغيرة اللي ربنا بيعملها. فالشكر له قوة في الدخول لمحضر الله وحاجات تانية بقى يعني هنتكلم عن حاجات تانية بس نروح لمنال. هو بيتكلم عن الشكر وبيقول أسرتي ساعدتني. هل في اختبار معين أو فرق معاكوا الشكر في حياتكوا كعيلة مع بعض، مع البنات، مع علاقتك بربنا، مع الأسيس هرماس؟ احكي لي. هو احنا من وقت طويل ابتدينا نتعود نسجل علشان الأحداث بتنسينا اللي ربنا بيعمله، فبقينا نكتب علشان لما نقعد مع بعض نشكر ربنا، نعمل المذبح مع بعض، يبقى كل واحد عنده الذبيحة بتاعته اللي بيقول لي يا رب أنا بشكرك. الإنسان بينسى بسرعة، دي الوسيلة اللي ما ننساش. فبقينا نكتب مثلا الحاجات اللي فرقت خلال مثلا يومين ثلاثة، مواقف فرقت معانا، ربنا حفظ حاجات معانا، اتدخل في موقف وحله. فبقينا نعود نفسنا ان احنا نكتب نقط ونتشارك بيها اول ما نتقابل مع بعض. الله. طبعا مثلا الاحتياجات الماديه ابتدينا نتعود انه امين يا رب انت صالح، ما دام سمحت بالامر ده خير ورحمه. فبقى حتى كلامنا في ايجابيه في كلامنا بيخلينا بتلاقي الجو اتغير. يعني اول ما الموقف اللي بيضايق ده يحصل او المشكله تيجي بيبقى في احباط، في حاجه سلبيه كده اترمت علينا، فاي حد مننا يروح رفع يا رب بنباركك، يا رب احنا بنصدق ان انت ضابط الكل، لا خير ورحمه يتبعنا، انت هتعرف تطلع من الحاجه الوحشه دي بركه لينا. فتلاقي حتى الجو الروحي ما بيننا الدنيا هديت وابتدت الكآبه اللي داخله دي تهدى وتجاوبنا مع الموقف يبقى احسن، ردود افعالنا احسن. فبالتدريب الدنيا بقت لها لا ربنا له سلطان، في خير ورحمه حتى في الحاجه السلبيه اللي حاصله دي. وبدل ما يبقى في قلق وخوف بتتسيطر عليها بسرعه، سلام وتسليم للرب بسرعه الدنيا تتظبط. ما نتسحبش في الجو السلبي او الرابطه الضيق ده. ملكوت ربنا مبني على انك انت تكوني فعل مش رد فعل. وابليس دايما بياخدنا في سكه ان احنا نبقى رد فعل. هو يبادر بالاساءه عشان انا واساءه لازم لها رد، فانا برد زي ما هو عايز، فتبص تلاقيني دايما رد فعل. الشكر يخليك دائما في كل المواقف فعل مش رد فعل. الهنا علمنا كده انك انت رغم اللي حصل معاكي انا بشكر، ابليس عايزني ارد بالطريقه بالزبط. استجيب ليه. فانا بقوم جاي لا شكرا يا رب، وكانك بيرجعني للاصل تاني ان انا فعل مش رد فعل. لا تفوق. لا الشكر فعل مش رد فعل، وملكوت ربنا مبني على كده. صح، مبني على كده. حلو قوي. شكر فعل مش رد فعل. فينا، فرق معاكي تعليم بابا وماما ليكي للشكر، او ده يعني خلاكي مختلفه في شخصيتك في طريقه تعاملك مع الناس، ولا حاسه ان دي موضه قديمه مش بتاعت الشباب اللي من دول؟ ايه نشكر ايه يعني نشكر؟ يعني عارفه ترنيمه مدارس الاحد من فضلك قول من فضلك وشكرا والكلام ده كله، انا مش فاكره بالظبط. فده دي حاجه قديمه قوي، مش عارفه مدارس الاحد على ايامكم ولا على ايامي، بس يعني فهل ده فرق معاكي في التعامل مع بابا وماما، تعامل مع اصحابك، تعامل مع ربنا؟ شايفه الحاجات الامور ازاي؟ فعلا في حاجات انت شايفاها بتشكري ربنا عليها، ولا حاسه لا مش مستاهله يعني حاجات عاديه كلها واجب عليهم واجب على ربنا؟ لا يعني احنا زي ما ماما كانت بتقول اتعلمناها في البيت، فبقت بالظبط بقت لايف ستايل عندنا ان احنا يعني او هي طبعا مرحله بنوصل لها بالتدريب، بس بابا وماما كانوا بيعملوا كده، فلما بنشوفهم بيعملوا كده احنا كمان بنتاثر. وبما ان هما مش بس بيربونا، هما بيعملوا اللي هما بيقولوه، فده كان بالنسبه لنا شايفينه بالظبط، ده كان بالنسبه لنا مثل حي. فلما بنتعامل بيه بره احنا مش مركزين ان احنا بنعمل كده ولا لا، على قد ما ده الطبيعي بتاعكم ده يعني اتعودنا عليه. وفي نفس الوقت الناس بتاخد بالها انه مش بيطلع مننا كلام مسيء بسهوله، او انه يعني مش اول حاجه مثلا انه
الدنيا سودت يا نهار اسود مش عارفه ايه مصايب يعني يدي اللي مش عارفه ايه والكلام ده بالظبط اللي خلاص زلزال اللي هو يعني الدنيا اتهدت يا جماعه ده موقف يعني مهما كانت صعوبته بيبقى طبعا الصدمه صعبه بس لا مش يعني مش اول حاجه بنلجأ لها اول ما نتحط في الموقف ده لكن بنحس انه لا الرب صالح وعدنا في حاجات كتير مش صعبه عليه يعني مش بقول كده اللي هو المثاليه بس اللي هو كل حاجه بالتعود بتيجي فيا اما هتتعود على الغلط يا اما هتتعود على الاحسن يعني فاحنا فرق معانا ده وبنشوفه انه بيخفف من صدمه انه انا استسلمت للموقف الصعب وخلاص يعني انا اول ما اتحطيت في موقف صعب واستسلمت للموقف ده فانا يعني اتكلت فيه او نفسيتي ابتدت حابسه نفسي فيه بالظبط لكن لما ببص على ربنا شويه الموضوع بيدي سلام بيدي يعني بيفرق يعني ده حقيقي ببص للنص الكوبايه الفاضي ولا المليان ايوه ولانه ربنا حقيقي مش بس ايجابيه كدابه يعني احنا مش صناعه انه لا انا هبص لنص الكوبايه المليان لانه هو ده البوزيتيف اتيتيود او لانه ده اللي هي الهيومانيتيريانز لا لانه الرب عمل حاجه حقيقيه وهو انت شايفاها فعلا حقيقيه حاجه صح مش بحاول اقنع نفسي بحاجه مش موجوده برافو عليكي دي نقطه مهمه جدا ايه جميل لا برافو عليكي بجد يعني مش مجرد ان انا بفتعل ده ولا ان انا بحاول اقنع نفسي ان دي حاجه كويسه لكن لا انا شايفه هي فعلا حاجه كويسه ومؤثره في حياتي هو حقيقي يعني هو حقيقي في حياتنا فبقينا يعني شايفين امتيازه يا ده حقيقي جولي شكرا لا ده عيله جميله وانا مستمتعه النهارده الله يبارك ربي صالح هل حصل معاكي موقف ان انت حد عمل حاجه معاكي معروف وانت نسيتي تشكريه وتخدتي كده ويا انا زي ما شكرتوش او العكس ان انت رحتي شكرتي فبيقولك بتشكري على ايه الموضوع مش مستاهل هو الاثنين حصلوا بس مش مواقف بارزه قوي بس لو مثلا يعني لو نسيت اشكر بحس ان انا متضايقه حاسه ان انا غلطت في حق اللي قدامي يعني بيفرق معاكي ان انت ما وحصل ان انا ما رحتش بشكر ناس بيقولوا انت هبله بتشكري على ايه بتشتم انت كل حاجه بتشكري كده لو حصل بس مش موقف محدد يعني حصلت كذا مره فبتبقى مش من ناحيه ما بيقولوا بتشكري على ايه من ناحيه لما بشكرش فعلا ان زي ما فينا قالت بابا وماما عندنا مثلا اعلى الموضوع الله. الشكر وان دايما اول رد فعل او فعل يحصل بيبقى الشكر والبص ناحيه ربنا مش ناحيه الموقف وفعلا ده مؤثر معايا في كليتي وفي دراستي وفي كل حاجه ان هو اول حاجه يعني حتى اصحابي بياخدوا بالهم ان هو لو اي موقف وحش اول حاجه اقول لهم لا اكيد ربنا هيظبطها اكيد ربنا ليه حاجه في الموضوع فاهم الموضوع الشكر متاثر فيا وفينا فرق تعليمهم فرق الله جميل قوي طيب الشكر بتشوف للشكر قوه بقى في مشيئة ربنا يعني انت بكلمه شكرا دي بتشوف فعلا اراده مشيئة ربنا بتعرف يعني ده في ايه موجوده في تسالونيكي 5:18 بتقول كده يعني ده انا هحكي لك يعني ايه الشكر بيدخلني في دايره مشيئه ربنا يعني بصي انا ربنا واخدنا الايام دي في اعلان ان الله له طريقه مع البشر في انه يكسب قلبهم هي هتاخد دقايق قليله شويه بس فيها اعلان جميل الله له اوجه كتير اسم الله له معاني كتير بس هو حاطط عنوانين كبار لاسم الله واوجه الله ايل ويهوى ايل اللي هو الله القادر على كل شيء بتيجي وراها ايل شاداي ايل كذا الله القادر على شيء في كذا وكذا فلها بعد كتمه ايل في حاجات ثانيه مواصفات ثانيه الله القادر على شيء في الخلق الله القادر على شيء في كذا الله القادر على شيء في كل في كده النوع الثاني اللي هو يهوى اللي هو بيجي بعدها يهوى نسي رب راياتي يهوى رافا رب الشافي فالاسمين الكبار لله او المعنيين الكبار لله اللي هو الله القادر على كل شيء ويهوى بمعنى انه قريب من البشر قريب منك رب قريب بيسمعك يقدر يسمع المزله يقدر يعني يقدر يعاني يقدر يرحمني وده يخص البشر اكتر في يوم من الايام ربنا راح ظهر لموسى لما كان رايح يقول لفرعون خرج شعبي عشان يعبدني ويعيد ليا في البريه اللي حصل ان فرعون
يعني تعبوا الامر وجعه، فراح جاي مزود الضغط على شعب اسرائيل ان كان بيديهم القش او التبن ويخليهم كل واحد يصنع مقطوعيه معينه من الطوب. فقال لهم طب بص بقى عشان تقولوا ان كنتوا عايزين تطلعوا تعبدوا ربنا، طيب اطحنوا الناس. خلى عبيده قال لهم شيلوا التبن من الناس اللي كنتوا بتديه لهم عشان يصنعوا الطوب او اللبن، وخلوهم يدوا المقطوعيه هي هي. يعني انا لو كان واحد بيطلع نفترض 1000 طوبه في اليوم وانا بديله التبن، هيطلع 1000 طوبه في اليوم من غير ما اديله التبن. فالشعب تبدد على وجه، تخيل بقى 8 ساعات كان بيطلع 1000 طوبه، فمطلوب منه 8 يطلع 1000 طوبه ويجيب هو التبن. فبداوا يلفوا في كل مصر يدوروا على حطب بدل التبن، فالشعب انزل جدا. فربنا ظهر لموسى قال له ايه؟ يا موسى اباءكم عرفوني بان انا ايل الاله القادر على كل شيء، لكن ما عرفونيش بالمعنى الثاني ان انا بهتم بشؤونهم وبسدد احتياجاتهم وقريب منهم وسامع مذلتهم وشايف اللي عامله فرعون فيهم. وقول لهم يا موسى انا هرفعهم من المذله دي وهنقذهم وسدد احتياجاتهم وهرعاهم وهفرح بيهم وفرح قلبهم واوديهم للارض يعني اللي هو الله بقى ايه اللي بيهتم بشؤونك. بس للاسف الشعب كان في مذله غير عاديه ما قدوش يسمعوا بسبب العبوديه وصغر النفس. اللي انا عايز اقوله بقى في مشيئه ربنا اللي انت بتقوليها ايه، ان الحقيقه ان الرب عارف يجذب البشر منين. هو لو قعدنا طول الوقت نسبح ونقول الله قادر على كل شيء، الله قدير، الله عظيم، طيب انا الانسان في حاجه بتحركني المشاعر والاحاسيس. فربنا عارف انه هو يصنع لي معروف، فانا رد فعل المعروف رب فيه اقول له ايه؟ شكرا ولجلالك المجد، ده انت عظيم لانك عظمت العمل معايا، فاستخدم قدرته انه القادر على كل شيء عشان يعيني. فانت فاهمه يعني الله عارف خالق الانسان وعارف ياكل قلبه منين، بالاحسانات بالمراحم بالمحبه بالصبر بطول الاناه. فتلاقي واحد يقول ايه يا رب انا وحش قوي بس انت بتعمله معايا جميل قوي، انت حلو قوي يا رب. فالانسان بقى رد فعل. فده اللي عايز اقوله، اللي انا عايز اقوله بقى ايه، ان الله طول الوقت بيهتم بينا، طول الوقت بيحسن كل إلينا. حاجه بس احنا طول الوقت مسيج علينا، طول الوقت بيعاني. فانا لما بدخل اقول له شكرا دخلت في السيركل بتاعت ربنا، اللي هي ربنا ايه، هو يحسن هو يبارك وانا اقول له شكرا، فبقينا في دايره واحده. انا هو يحسن ويباركني وانا اقول له شكرا، فدخلنا في مشيئه ربنا. لكن لما ربنا يباركني ويحسن الي ويرحمني وانا ما اقولوش شكرا، تحس كان واحد اطرش في اطرش، ربنا عمال يبارك وانا مش واخد بالي. فالشكر يدخلني جوه دايرة مشيئة ربنا. يقول في كده في تسالونيكي 5:18 اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. فأنا عايز أقولك يعني كأني كده أنا محظوظ لما بقول له شكرا، يعني بدأت عيني وقلبي لحظم أعمال الله معايا، فدخلت جوه دايرة اهتمام الله. فربنا بيقول إيه، الله انت بدات تاخد بالك ان انا بحسن اليك، طب انا هكمل احساني ومعروفي لان يفرق مع الرب الشكر. والحادثه اللي قلتها ليكي في لوقا تقريبا 17:7 اللي هي 17:17 انه لما شفع 10 بوس رجع واحد رد فعل رب يسوع في اول لحظه قال له انتوا مش كنتوا 10؟ وده الله، وده الله. خدي بالك ده بيعكس فكر الله من جهه انه لما يحسن الي منتظر مني، هو مش عايز مني حاجه، هو ما بيحسنش الي ويرحمني ويباركني عشان اقول له شكرا، بس هو يفرق معاه بدليل اللي رجع يشكر باركه بركه اضافيه. فالشكر بيدخلني جوه حته كلها امان، جوه حته مرضيه عند الله مشيئه ربنا. الحته دي يا اخي هرمس قبل ما نسمع الترنيمه او الترنيمتين الجايين، اللي انا شايفاه في مشيئه الرب او الشكر بيدخلني ازاي في مشيئه ربنا، ان انا ببقى راضي عن كل حاجه بتحصل لي لان انا واثق في اله عظيم هو اللي بيقود مسيره حياتي وخطط حياتي ايا كان. انا في ضيق، انا في زنقه عمليه، انا في عيان مرض معين، لكن انا واثق في اله صالح جدا ايا كانت النتيجه. فهي دي، انا راضي بمشيئه ربنا، انا راضي باللي حاصل معايا ما دام انا تدريب. محتاجه تدريب بالزبط. طبعا احنا نتكلم، احنا لازم نتكلم عن تدريب. عن الشكر، اتفضلي يا منى. تدريب، وكمان انا ذهني بيتغير بالظبط، يعني كان كان الترجمه الطبيعيه بتاعتي بتتغير، فكاني بقيت في حته تاني. كل الناس بتاخد رد فعل انها تنحني، تتفشل، تحبط، لكن انا شايف رجاء في اللي انا بتحرك فيه رغم
السلبيات اللي حاصلة، لأن قلبي بقى مطمن عليه، إحساناته مغطياني، فأنا واثق. العلاقة اللي ما بيني وما بينه مخلياني بتحرك بثقة، مع أني زي زيهم. يعني إحنا عشنا في وقت صعب جدا، وقت الثورة ووقت البهدلة بتاع البلد، لكن رحمة ربنا سندتنا وطلعنا. طب إيه تاني؟ هي قلتي نقطة مهمة جدا، العلاقة بيني وبينه. العلاقة دي أنا بتعرفني مين الإله أمني. اللي أنا بعبده، مين الإله اللي أنا مسلمة له وواثقة فيه، بتطمن بالثقة بالخبرة اللي ما بيني وما بينه. إن كان الله معنا فمن علينا. يا عمل ده رد فعل طبيعي. يعني ما واحد بيعمل فيك معروف عيب تقول له شكرا؟ لا طبعا، هو ده كنا بنقولها لبعضينا البعض. الفكره ان اشوف المعروف ده ازاي، الفكره ان انا اشوف المعروف عيني تميز، وايه اللي انا شايفاه معروف. ده اللي عايزين نتكلم فيه، ازاي الاحظ المواقف الطبيعيه اللي في حياتي اللي انا افتكرت ان هي حق طبيعي ليا المفروض اشكر عليها. دي بقى محتاجه التدريب. يعني احنا نيجي عند حته التدريب، ازاي نتدرب ان احنا نعمل كده. فانا دلوقتي عايز اقول ترنيمه بتقول عمرها من 85. واو، ليها اختبار في الشكر معايا ده قبل جوازي. انا كنت بعزف على كيبورد، وبعدين انا شويه في ايدي بحب اشتغل بايدي قوي. فانا كان لي اخ في ايطاليا، فانا كطالب لسه في الجامعه كنت اسافر كل سنه اشتغل شويه واجي اشتغل شويه. فانا كان ربنا بيباركني جدا، فممكن مثلا في سنه 81 و82 عندنا في مصر كان المرتبات 150 200 جنيه في 80 81. انا كنت يوميتي لما كنت بشتغل برا او هشتغل مع اخويا في الشركه بتاعته كان بطلع في حرنج 300 جنيه في اليوم. مبلغ بقى فظيع. فانا جيت على 85 لما بدات اخش في ارتباطي، رب قال لي بيع الاورج. كان بادئ مرتبطه ببدايه التسبيح في حياتي. يا خبر، تبيع الاورج؟ مش بس بيع الاورج، ده بيع البورج ودي فلوسه لفلان، وده اللي كنت املكه. فاللي حواليا قالوا لي الله انت مش داخل على ارتباط، ليك احتياجات. انا فاكره انك هتبيع الاورج عشان تجيب لها خاتم مثلا ولا لا. هم كلهم كده قالوا لي كده، وانا قلت لهم لا، رب قال لي كده ورب هيسدد كل احتياجي. بغض النظر انا هي ده اختبار تاني، لكن انا اتكلم في الحته اللي يعني انا كنت متوقع رب هيسدد لي، وزي ما انت بتقولي يعني هيسدد، ما كانش دي السكه. فانا طلبت من رب الطلب. لكن انا اللي فرق معايا بقى الاختبار بتاع الترنيمه. انا بتكلم على اختبار ترنيمه شكرا لله الذي يقودنا. من سنه هي طلعت على سنه كده 87 88. بس انا رب واخدني في الحته ديت، وبدات احضر لارتباطي. لما جيت في وقت الارتباط قالوا لي طب ايه رايك تسافر شويه لبرا، تشتغل لك 6 شهور، تبني نفسك وتكون نفسك، تجيب قرشين ترتبط بيهم. فانا لما صليت لرب او حسيت ما فيش كده راحه في قلبي ان انا اعمل كده، قلت لهم ببساطه كده رب هيسدد لي كل احتياجاتي. قلصوا عليا طبعا. بتتكلم فيه؟ قالوا لي انت بتتبطر عن نعمه. حد في ايده يجيب فلوس بسهوله. يعني بالطريقه اللي انت بتقولها ديت 6 شهور 3 شهور يعملوا لك مبلغ. لا، وانك تسافر زي بلد زي دي وانك معاك الفيزا اساسا، يعني ده حلم بالظبط. وحد انا موجود عند حد هناك وتشتغل، ما تروح اعتبوني. قالوا لي انت فقري، انت يعني بتتبطر عن النعمه. قالوا لي كلام زي كده، فدخلت ابكي قصاد رب. قلت له رب هو اللي يثق فيك، ورب قال لي وانا عايزك تعمل كده، مش عايزك تروح، انا هسدد احتياجاتي ليك من هنا. يعني كان وقت صعب عليا ان انا اتهم بالاتهام ده لمجرد ان انا متكل على الله. فبدا ربنا يفتح عيني على الايه شكرا لله الذي قدنا في موكب النصره كل حين كفقراء. خدي بالك الايه بالظبط جايه لابسه على الموكب، كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني كسنا. انا عايز اقول لك قبل ما اقول الترنيمه ديت ان الله رعاني ومنال الموجوده. انت عارفه يعني ايه كانت السما كانها بترخ عليها فلوس؟ تتبعت الفلوس. ان عفشنا اللي رب بعته واحد ورا الثاني احنا ما اخترناهوش، وربنا باركنا بعديها ب 15 سنه اخترنا اللي احنا عايزينه كله. لكن يوم في الوقت ده بدا حد يقول لك ايه، رب بعت لك الانتريه ده، ايوه، وخد استلم الايصال بتاعه، هتستلمه من كذا مش عارف. بقت الناس حواليا بتستغرب ايه ده، وانت كل ما تجي لنا اسبوع تحكي لنا رب سدد، هو انت ربك مش زي ربنا بالطريقه دي؟ لكن كانت مريت بوقت صعب، فبدات اطلع واقول ترنيمه شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصره كل حين. عايزه اقول لك قبل ما تقولي الترنيمه، لو كنت سافرت ايطاليا وجبت فلوس كنت ما كنتش تعرف تجيب العرش اللي جاي. بتكلم بجد، رعانا بمهاره ايديه، لان الهنا يفتح ولا احد يغلق. فطلعت الكلمات كلها كفقراء لا شيء لنا ونحن نغنو. هي كانت مرتبطه بقى دي كمان بالمناسبه
اول ترنيمه مش انا بعت الاورج بقى ايوه صح وعملت لرب قال لي عليه انا كنت متوقع انه هيجيب لي مكانه اورج احسن لكن ربنا ما كانش قصده كده كان قصده يغير سكه الكيبورد لان انا منتج تنانين كتير يعني ربنا كان بيديني فطرق الاورج والالحان ارتبطت بسكه معينه فكان عايز يغير الانسان ده من جده من الحزن لحاجه ثانيه علمني العود العود الاله الحزيني علمهالي في 5 دقايق ده موضوع تاني طب انا عايزه الاله الحزيني علمهالي في 5 دقايق وسبحت بيها بينما الاورج الفرايحي جاب معايا حزيني بصي بقى لي بص الاورج الفرايحي جاب معاك حزيني والعود الحزيني جاب معاك فرايحي انا هباركك بعكس ما العالم متوقع همشي معاك بسكه مختلفه عن الطبيعي عشان تشهد وتقول ذراع الله هي اللي بتباركني وبتخلصني وانا بشهد عنك الله هللويا أيوة يا رب بشكرك من كل قلبي قلبي ممتن لجلالك أنت صالح جدا 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 صالح ومستحق يا إلهي صالح ومستحق كل الإكرام لجلالك يسوع كل الحمد لجلالك يا يسوع كل الشكر لإسمك وحدك شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين كفوك لا شيء لنا ونحن نغني كثيرين شكرا نصرتي كل حين كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني نغني كثيرين يقودك الرب على الدوام يشبع في الجود بنفسك ينشط لك عظامك فتصيرك جنة جنات ريا شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني نغني كثيرين شكرا لله الذي يقودنا إذ نسعى عنه كسفراء كأن الله يعز بنا لكي يكون ولا نكتفى من كل نعمة نعمة وغنى شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني نغني كثيرين شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني نغني كثيرين اطلب رب مدى ما يجد ادعوه دوما فهو قريب يعطي المعيا المعيا قدرة لعديم القوة يكسر شدة شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين كفقراء لا شيء لنا
شكرا لله الذي يقودنا بموكب النصرة كل حين. كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني كثير. الله يا الترنيمة دي روعة، يعني أنا بنقولها كتير بس انا مركزه المره دي في كلماتها، ففي حبه تناقضات في الترنيمه رهيبه. كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني كثيرين. أيوة. والجزء الثاني كعديم القوه يكسر شده. فيعني شوف شوف يعني الشكر في حياتنا وعمل ربنا، يعني احنا ما عندناش حاجه ومع ذلك احنا ممكن نكون سبب بركه لناس كتير. احنا ما فيش قوه لكن احنا ممكن نكون بنقوي ناس ثانيين، فده عمل ربنا وده فعلا عمل الشكر. الله ربنا يباركك على الفكره الثانيه دي. الله يبارك، دي نعمه من الله. ملكوت الله عكس ملكوت الظلمه. ملكوت ملكوت العالم او الظلمه بيقيسها انت معاك كام تساوي كام. ملكوت الله مش كده، ده حقيقي. ممكن تكون فقير لكن وجود الله القدير يغني، اللي يفتح ولا احد يغلق، اللي عنده مخازن الارض كلها، لو معاك تمشي وراسك مرفوعه في وقته يسرع به. فانت في نظر العالم شكلك فقير لكن الحقيقه اللي عندك واللي فيك غنى غير عادي. صحيح. كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني كثير. ربنا يباركك ويباركك. ترنيمه روعه. طيب ازاي بتشوف للشكر قوه في رد المسلوب؟ او خليني ان انا متبارك او في بركه، يعني مش بس رد المسلوب لكن انا شايفه. هل للشكر قوه وانت شايف للشكر قوه في ان انا اشوف في بركه حوالي، البركه بتزيد في حياتي وايه انا اقول لك او ايه فكرة؟ انا فرحان ان احنا بنتكلم على الحته دي. اه لان انا حاسس ان بتكلم على سلاح غير عادي. امل بتكلم على سلاح. اعزائنا المشاهدين لو يعرفوا الشكر بيعمل ايه في ابليس، عشان كده ابليس يهاب الشاكرين. ما احنا النقطه اللي بعدها على طول هنتكلم الشكر بيعمل ايه في ابليس. بالظبط كده، بالظبط. عشان كده عايز اقول نقطتين في الحته دي. انا هقرا شاهد وهترجمه بشاهد تاني. الشاهد الاولاني موجود في ارميا 33 اللي انا قريته من شويه، عدد 11. بيقول ايه؟ صوت الطرب، صوت الفرح، صوت العريس، صوت العروس، صوت القائلين احمدوا رب الجنود لان رب صالح. يعني اشكر رب لان رب صالح، لان الى الابد رحمته. صوت الذين ياتون بذبيحه الشكر الى بيت الرب. يعني انا بقوله ده الله في وسطينا، يعني بيحب بيبقى فرحان العريس مع العروس. كل الشغل شكر لغه الكنيسه، المفروض ده يبقى اللغه العامه للكنيسه. صوت العريس اللي هو يسوع، الله. وصوت يسوع بالشكر، اه. وصوت انا كمان بالشكر، اه. طب ده بيعمل ايه؟ بيخلي كده سياده الله في المكان تسود. الباقي بقى مهم قوي. صوت الذين ياتون بذبيحه الشكر الى بيت رب لاني ارد. في وسط هذا الجو من الشكر في مسلوب بيترد. لاني ارد سبي الارض كالاول يقول الرب. إذن في وسط هذا الجو من الشكر في مسلوب بيترد. عمر ما هقعد ابكي على اللي انا خسرته او الموقف الصعب اللي انا مريت بيه واقعد اشهر بيه واقعد احكي عليه بمراره واحكي عليه بوجع. عمري ما ده هيرد المسلوب ولا عمره هيصلح الحال. بالعكس هيملاني امراض مراره ووجع وضغط وسكر وكآبه وبقيت انسان متضايق متضايق كده من كل وشي. يعني مش هيرد المسلوب، لكن الشك رغم الظروف الصعبه يرد المسلوب. هقراها تاني في ارميا 33 عدد 11. حلو ان كنتوا تراجعوا الكتاب معايا. صوت الطرب، صوت الفرح، صوت العريس، صوت العروس، صوت القائلين احمدوا رب الجنود لان رب صالح، لان الى الابد رحمته. صوت الذين ياتون بذبيحه الشكر الى بيت ربي لاني ارد سبي الارض كالاول يقول الرب. اذا لما انا اشكر هشيل بقى الارض واحط هرماس، لان انا لما اخش صوت الذين ياتون بذبيحه الشكر الى بيت ربي لاني ارد سبي هرماس كالاول يقول الرب. اذا في الشكر في رد سبي، الكتاب بيقول كده. طب ايه اللي يثبت الكلام ده بطريقه اكتر للمشاهدين نفهمها بطريقه اكتر؟ مزمور 8 عدد 2. ان الشكر ازاي بيبهدل ابليس، ازاي بيهزم ابليس. الايه بتقول ايه؟ من افواه الاطفال والرضع اسست حمدا، اي اسست شكرا
بسبب الأضداد لتسكيت عدو منتقد. أنا بس عايز أقول لك يعني أمسك دقايق قليلة نقول يعني شوية معلومات. هو بيقول من أفواه الأطفال وضع أسست حمدا، ما قالش أسست الحمد. الحمد متأسس في الله، ده صح، يعني الله هو أساس الحمد. فعشان كده هو أسس نوع بدون أداة التعريف اللي هي ألف واللام، قصده يقول نوع من أنواع الحمد اتأسس. طيب إيه هو بقى نوع من أنواع الحمد ده؟ أي أي نوع من أنا أعرف الحمد اللي إحنا بنقوله، شكراً لله الذي يقودنا، شكراً يا رب، أصلي بالشكر، هو ده الحمد اللي إحنا نعرفه. عشان حبيت ألاحظ كده فجيت قربت من حد رضيع، بيقول لك من أفواه الأطفال والرضع. جيت أقرب من رضيع وأشوفه بيحمد إزاي، لقيته بيقول واق ويا مبسوط أو ساكت يا بيبكي يا بيعمل بيبي يا عايز ينام. ما دي لا ما فيش، هو بيعمل حاجه غير كده، الرضيع بيعمل حاجه غير كده. طب هو فين الحمد اللي هو الكتاب بيقول من افواه الاطفال والرضع؟ واضح ان نوع من الحمد يختلف عن المقاييس اللي احنا متعودين عليه، بدليل لما الكتاب يقول يمجدني حيوان الصحراء تقريبا في اشعياء 42. انا قلت الله، هو ازاي الحيوان هيمجد ربنا؟ واضح ان طريقه التمجيد هنا تختلف، نوع من انواع الحمد تختلف عن اللي احنا متعودين عليه. يبقى من افواه الاطفال والرضع اسست حمدا. طيب ليه بقى حطوا من افواه الاطفال والرضع؟ هقول لك حاجه جميله واحب اقولها كده لاخواتنا المشاهدين، عشان واحد يقول هو انا ربنا خلقني عشان اسبحه؟ ده انا هقول لك حاجه جميله يا امل. ربنا حط الحمد لخدمتك وخدمتي وخدمه اخواتنا المشاهدين قبل ما نطلعه لربنا، حطه لخدمتنا. ليه؟ الحمد بيسكت عدو ومنتقم. الكتاب بيقول اتشاهد، الايه بتقول من افواه الاطفال والرضع اسست حمدا بسبب الاضداد. هو مين الاضداد بتوعنا؟ الشيطان. الشيطان ابليس. الكتاب بيقول حربنا ليست مع بني ادمين، ليست مع دم ولحم، بل مع رياسات، مع سلاطين، مع ولاء اجناد شر روحي. طب هما دول الاضداد بتوعنا، اذا من افواه الاطفال والرضع اسست حمدا بسبب دول. يعني الحمد اللي حطه في افواه الاطفال ورضع بسبب مقاومة إبليس لينا عشان تسكيت عدو ومنتقم، لتسكيتهم. في ترجمة تانية يقول لك لتخريص عدو ومنتقم عشان يجعله يخرس. يعني أنت في متخيلة ربنا حط الحمد في بق الأطفال، نوع من الحمد غير مختلف عن الحمد بتاعنا، في بق الأطفال عشان يسكت العدو اللي فاهو مفتوحة اللي عايز يبتلعنا، يجول ملتمسا من يبتلع. يعني ربنا بيأسس ملكوته اللي هو السماء والارض، الملائكه، البني ادمين، الحيوان، كل ملكوت الله، حط عمود من الاساسات، اسست حمدا من افواه الاطفال والرضع اسست حمدا. حط عمود الحمد، قال لك الحمد ده لازم منسوبه يبقى عند المنسوب ده ما يقلش. ليه؟ انا حاطط الحمد بيسكت عدو. الكتاب بيتكلم ازاي الحمد بيسكت ابليس في مزمور 149، بيقول ايه؟ عدد 6 ل 9، مزمور 149 من عدد 6 ل 9. تنويهات الله في افواههم، احنا ايضا تسبيحات، تنويهات يعني تسبيحات. بينما التسبيحات في افواهنا واحنا قاعدين مع بعض بنقول كده شكرا لله الذي يقودنا، في حاجه بتحصل في الجو الروحي. الايه بتقول كده تنويهات الله في افواههم وسيف ذو حدين في يدهم ليصنعوا نقمه في الامم، الامم والشعوب والملوك والشرفاء دول قصدوا على ملكوت الظلم. تنويهات الله في افواههم وسيف ذو حدين في يدهم ليصنعوا نقمه، بنعذب فيهم نقمه في الأمم وتأديبات في الشعوب، خدي بالك، لأسر ملوكهم، ملوك ملكوت الظلم بقيود وشرفائهم بقبول من حديد. الآية الجاية بتقول إيه؟ ليجروا بهم الحكم المكتوب. أنا ما شفتش الحكم بس الآية بتقول كده. بينما إحنا بنقول تسبيحات في حكم مكتوب بيتم على إبليس، بيربط إبليس ويحط القيود فيه. كرامة هذا لجميع أتقيائه. إذن بينما إحنا بنسبح في احكام بتنزل على الشيطان، قضاءات الله بتنزل على الشيطان بسبب تسبيحات. اكراما لينا ربنا حطينا احنا المفتاح، اول ما نسبح حكم على ابليس حكم، قال له كنت متميز في التسبيح مش هيربطك الا التسبيح، وهدي كرامه لاولادي ان هم يكونوا الاداه، اول ما يسبحهم ايدي تنزل بالقضاء عليك. عشان كده ابليس يكره التسبيح، عشان كده احنا لازم نسبح ونشكر طول الوقت طول الوقت. عشان كده اذا في التسبيح بينزل قضاء على ابليس. ده اللي بيقول عنه بقى من افواه الاطفال والرضع اسست الحمد بسبب مقاومه ابليس لينا، بسبب الاضداد، عشان يسكت، عشان الاحكام الله تنزل عليه تخليه ساكت. فحمد ربنا نفترض لازم يبقى المنسوب قد كده،
لو سابوا في بقك وبقي وبق البالغين ممكن يبقى يوم معدولين نسبح وعشرة معوجين مش هنسبح. قال لك طب في الأيام اللي احنا معوجين فيها ده ازاي منسوب الحمد لله بد يظل كده عشان يخلي إبليس ما يقواش علينا. الحمد يسكت إبليس يخليه باستمرار مهزوم في حتت عند مهزوم اللي هو وضعت البحر حد حط له حدود. الحمد حاطط حدود لإبليس ما يزيدش في مقاومته علينا. قال لك لو سبته في بق البالغين هيبقى المنسوب نازل طالع. أنا عايز المنسوب ده ثابت بس خليه في بق الأطفال اللي أنا أقدر أسيطر عليهم. لأن اللي مثل هؤلاء ملكوت السماوات. فأنا الطفل أقدر أضمن إن الحمد هيطلع منه وصحيح بطريقتنا مش فاهمينها بس الله فاهمها. عشان كده أقول لك بعض حاجات يقول لك الكتاب في متى في سوري في أشعياء 43 يمجدني هو ساب الحمد بق الأطفال وبق الكائنات ينفع ربنا يسيطر عليه عشان يظل منسوبه قوي لا ينقص وبالتالي يبقى إبليس واقف عند حد مش قادر يقاومنا لتسكيت عدو منتقم. في 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 أشعياء 43 بيقول يمجدني حيوان الصحراء الذئاب وبنات النعام. إزاي الحيوان بيمجد؟ واضح إنه بيمجد بطريقة تختلف عن اللي احنا نعرفها. في مزمور 98 عدد 8 بيقول الأنهار تصفق بالأيادي. في أشعياء 55 12 كل شجر الحقل يصفق بالأيادي. مزمور 98 عدد 8 الجبال ترنم معا. أشعياء 55 12 الجبال والأكام تشيد ترنما. هذه الكائنات سواء عاقلة أو غير عاقلة ربنا حطهم وكرسهم مخصوص خليقة ربنا بتسبح مخصوص عشان تخدمك وتخدمني. تخدمنا في ايه؟ انها تسكت عدو ومنتقم هايج علينا طول الوقت. ربنا حط الحمد في خدمتنا عشان يسكت العدو اللي بيجول ملتمسا من يبتلاه. عشان كده ابليس يكره التسبيح جدا. ليه؟ التسبيح هيهيج ايد الله بالقضاء عليه. عشان كده الحمد يرد المسلوب. لما بنحمد الله يتدخل في مواقفي. عشان كده قلت لك عمري ما التذمر هيجيب لي حقي، لكن الحمد يرد المسلوب اللي اتسلب من حياتي. ليه؟ لان هيجبر الله يتداخل هيخرس العدو اللي واخد مكان ما بينه وما بين مراتي. بص تلاقيني بقى بقصد حاجه كويسه ولان التذمر موجود يبقى العدو موجود يفهمها حاجه تانية. يبقى انا قصدي خير لان في ارضيه ابليس ماسكها التذمر. تخلي مكان في بيوتنا عش الابليس بيبقوا مستنيين لبعض الغلط. بالظبط. جت منين الكلام ده؟ انا ما اقصدش انا بقول كلام وهي تفهمه غلط، هي تقول كلام حلو انا افهمه غلط. عيالنا مش قادرين يفهمونا. الله، هو الدنيا ما فيهاش فيها فهم ايه؟ لان ابليس واخد مكان في بيوتنا نتيجه للتذمر. بينما الشكر يعمل ايه بقى؟ يقطع رجل ابليس من البيت. الله. يبقى مش قادر لان الحمد بيجيب الله يسكن وسط التسبيحات والحمد بيخلي قضاء الله ينزل في ابليس يبقى خايف من المكان اللي فيه حمد. فبص نتكلم ببساطه نفهم بعض ببساطه. عشان كده بشجع كل المشاهدين اتعلم تحمد، اتعلم تبارك، لان الحمد هيخلي الله ينزل بقضاءاته يدافع عنك ويسكت عدو ومنتقم هايج عليا وعليك. الله الله. حضرتك قلت نقطه مهمه جدا جدا في التذمر في البيت. لو كل حاجه بتتعمل مش عاجباني بتهيج الدنيا. انتوا الاثنين فعلا مش فاهمين بعض. كل واحد مش عاجبه حاجه في الزوج، مش عاجبه حاجه في زوجته، الولاد مش عاجبهم حاجه، الزوجه مش عاجبها حاجه، فبيبقى على طول كل واحد مستني للتاني الغلط. لكن لما بشكر ربنا بيفتح عينيا على الحاجه الحلوه اللي في شريك حياتي، على الحاجه الحلوه اللي ربنا مديهاني في ولادي، على الحاجه الحلوه في زوجتي، فبشكر ربنا اكتر. وبشوف انت عارف في علم النفس يعني بما ان في حلقات يقول لك علشان الحب يرجع بين الزوجين كلم نفسك في الحاجه الحلوه اللي في مراتك، وكلمي نفسك في الحاجه الحلوه اللي شايفاها في جوزك، وقعدي كلمي نفسك فيها. لا ده عمل علشاني كذا، ده عمل علشاني كذا، لا ده بيعمل كذا. كل ما انت تكلمي نفسك في الحاجات دي الحقيقيه اللي حاصله في حياتك او اللي بيعملها فعلا معاكي جوزك هتلاقي نفسك بتحبي وبتشكري وبتشكري ربنا من اجله. وده اللي احنا محتاجين نتعلمه في بيوتنا فعلا. تيجي نقول ترنيمه؟ يلا نقول ترنيمه. في ترنيمه ثانيه، في ترنيمه ثانيه عن الشكر كاتبها من زمان قوي، بتقول شكرا ليك على الحريه. ايوه عارفاها. شكرا ليك على كل احوالي. جميله. انا فرحان ان الرب حط في فم الشكر وعلمني ازاي اشكر. اشكر ربنا. فيعني دي حاجه امتياز غير عادي. يا قسيس هرمس الحلقه دي من ترتيب ربنا والروح القدس عشان تتكلم عن الشكر بنفس الاتيتيود ده وبالروح الجميله دي. بالظبط بجد. مكسب لبيوتنا. ده حقيقي. مكسب لعائلتنا. مكسب في العلاقات الزوجيه.
مكسب في العلاقات ما بين الأبهات وأولادهم أتعلم الشكر وأتدرب عليه وأقول الجزء الإيجابي وأشكر ربنا على الموجود أكتر ما تزمر. التزمر يجيب إبليس يقوله تعالى تفضل اسكن في بيتنا يا إبليس، تعالى تفضل اضرب علاقتنا، تعالى تفضل اخرب البيت. بينما الشكر يهرب إبليس من البيت، والآية بتقول كده مزمور 8 عدد 2 من أفواه الأطفال ووضع أسست حمدا بسبب الأضداد. يعني الحمد ده محطوط لتسكيت عدو منتقم اللي هم الأضداد بتوعنا اللي هم ملكوت الظلم. وجود الحمد يخلي إيد الله ينزل بالقضاء، فإبليس يبقى هربان من البيت مش قادر يخرب فيه حاجة، مش يخرب علاقات. فأنا بقول الكلام ده مكسب إن احنا نتعلم الشكر. شكراً شكراً ليسوع، حمداً حمداً ليسوع. شكراً شكراً ليسوع، حمداً حمداً ليسوع. مجداً مجداً لله رب المجد وليس سواه. شكراً شكراً ليسوع، حمداً حمداً ليسوع. شكراً شكراً ليسوع، حمداً حمداً ليسوع. مجداً مجداً لله رب المجد وليس سواه. شكراً لك على الحرية، شكراً لك يا إلهنا البار. شكراً لك على البنوية بعد ما كنت عايش بنار. شكراً لك على الحرية، شكراً لك يا إلهي البار. شكراً لك على البنوية بعد ما كنت عايش بنار. شكراً شكراً ليسوع، حمداً حمداً ليسوع. شكراً شكراً ليسوع، حمداً حمداً ليسوع. مجداً مجداً لله رب المجد وليس سواه. شكراً لك على الدم الغالي اللي فداني على الصليب، طهر قلبي وغير حالي. شكرا لك يسوع الحبيب، شكرا لك على الدم الغالي اللي فداني على الصليب، طهر قلبي وغير حالي. شكرا لك يسوع الحبيب. شكراً شكراً ليسوع، حمداً حمداً ليسوع. شكراً شكراً ليسوع، حمداً حمداً ليسوع. مجداً مجداً لله رب المجد وليس سواه. شكراً لك على كل أحوالي كمان، لأهتم وأشغل بالي والرب في إيده السلطان. شكراً لك على كل أحوالي الحلوة والمرة كمان، لأهتم وأشغل بالي والرب في إيده السلطان. شكراً شكراً يسوع، حمداً حمداً ليسوع. شكراً شكراً ليسوع، حمداً حمداً ليسوع. مجداً مجداً لله. قول معايا شكراً لك على كل أحوالي، قولوا معانا. شكراً لك على كل أحوالي الحلوة والمرة كمان، لأهتم وأشغل بالي والرب في إيده السلطان. شكراً لك
على كل حوالي الحلوة والمرة كمان دي أهتم وأشغل بالي والرب في إيده السلطان شكراً شكراً ليسوع حمداً حمداً ليسوع شكراً شكراً ليسوع حمداً حمداً ليسوع مجداً مجداً لله رب المجد وليس سوى. الجو الأسري العائلي الجميل كده وكأنكم قاعدين مسبح عائلي في البيت والبنات كمان يعني هم مؤمنين برسالتكم وبقضيتكم وبأسلوب حياتكم فده قليل طبعا دي نعمة طبعا دي نعمة إن تلاقي الترابط الأسري وإن الأسرة كلها عندها قضية ورسالة واحدة وكلهم بيعايشين الرسالة دي دي حاجه جميله قوي اه بالظبط ربنا يبارك لك هللويا طيب منال هو للاسف الوقت بيجري بس انا وقت ده عشان اعرف يعني التنيم الاول 20 دقيقه طب حلو قوي قلت فيهم تنيمه واثنين طيب حلو بس احنا لازم نتكلم كمان في التدريبات علشان ده المهم ودي الحاجه العمليه اللي نسيبها مع الناس ازاي يكون بيتعلموا يشكروا بس قبل كده عايزه اسال منال والبنات الحلوين منال يعني من كلامكم وان انتوا دايما يعني كنت قلتي حاجه ان انا ان احنا كنا بنكتب الحاجات اللي حصلت معانا فبنشكر عليها والترنيمه بتقول بشكرك على كل الاحوال الحلوه والمره كمان ان انا اشكر على الحاجه الحلوه ماشي شغال لكن اشكر على الحاجه المره والالم اللي في حياتي ده صعب شويه هل في موقف في حياتك او حصل ان انت مش قادره تشكري على الحاجه دي عشان هي مره في حياتك او يعني قربتي خلاص ليه يا رب بتلومي ربنا صعبه يمكن ناس كتير بيتحطوا في الموقف ده واول حاجه ليه يا رب انت عملت معايا كده ليه التجربه دي ليه الالم ده ده حصل معاكي وعديتيه ازاي او اتعاملتي معاه ازاي هي حاجات بسيطه بس بتبقى في العلاقات يعني في التعامل مع الناس بتبقى فيه أوقات صعبة وردود أفعال بتجرح والواحد بيبقى مضغوط وعايز يبقى بيتصرف صح وفي نفس الوقت الوجع شديد والجرح جامد يعني وبعدين ابتدى ربنا يكلمني انه يعني أنا بشكل فيكي من خلال الضغط والظروف اللي بتعدي فيها دي فابتديت أقول له يا رب طب أنا عايزة أشكرك يعني اتعلم ازاي اشكرك من وابارك الناس اللي بتجرح وبتوجعني فابتديت اكتشفت بعد ما ابتديت اشكر ان نفسيتي ورد فعلي اتغير استقبالي للوجع بقى بسيط جدا وبقيت كاني مش انا حد تاني بيستقبل جوايا وبيرد رد ايجابي جدا ومسامح بجد وغفران حقيقي حاصل جوايا فده كانت من الحاجات القوية الداخلية جوايا بس مميزاها ففعلا في يعني زي ما بقولك احنا تفكيرنا وشخصيتنا بتتغير لما بنستقبل الموقف بحمد وبثقة في ربنا انه انت اكيد قاصد خير رغم ان هو بيضايق وبيوجع انا بتغير من جوايا انا كمانيل ما بقتش نفس رد الفعل الطبيعي القديم بتاعي فبقيت فرحانه يا رب اشكرك ان انا ما بقتش لسه زي ما انا ضعيفه وصغيره في الحاجات دي لا انت قوتني انت غيرت طبيعتي دي حاجه واضحه جدا انت قلتي مثل عملي جدا ويمكن من اكتر الحاجات اللي بتوجع فينا رد فعل الناس او اسلوب الناس او تجريحهم لينا وعدم غفراننا ليهم صح كونك انت تشكري ربنا على الناس وتباركيهم فده انك انت كمان انت مش بتتعلمي بس تشكري انت يعني انت بتجبري نفسك ان انت تغفري يعني انت بتعلمي نفسك تشكري وتغفري فانت اكتر واحده مستفيده على فكره ده حقيقي ده الحقيقه ايه وده فعل المؤمنين فعل ده صحيح ده الفعل بنفسه ده حقيقي يعني وده ده بشوف الرب حقيقي بيعمل حاجه حقيقيه طيب فينا يعني هو انا مش عارفه هنلحق نتكلم تاني ولا لا بس انا عايزه اسالكم سؤال كل واحده فيكم تشكري ربنا على ايه
السؤال بتاع المنهج نتكلم عن شكرا 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 ربنا علي اعمل معاكي. لا ما فيش يعني مش عارفه مش عارفه اقول ايه. ايوه بالظبط. لا هل انت ما عندكيش حاجه تشكري عليها ولا انت متفاجئه؟ لا بقول مش عارفه اقول ايه ولا ايه يعني. لا السؤال اللي هو عارفه اللي بنلم فيه كل حاجه كل حاجه. لا هو حاجه يعني مش قادره الم كل حاجه طبعا. بس ايه اكتر حاجه يعني شايفه بركه ليكي من ربنا وبتشكري ربنا عليها؟ لا هي دي بالنسبه لي سهله. انه احنا كبيت بحس جبتها. بحس انه لو البيت نفسه مش كل الناس محظوظه بانها تكون بتكبر وبتتربى في بيت بيخاف ربنا. الله حلو. فمن هنا ابتدت كل حاجه بقى الباقيه انه البركه تستمر. طبعا انا مش قصدي انه الناس اللي ما اتولدتش في بيت مؤمن او بيت في ربنا كعيله كلها يعني طبعا اقل او اي حاجه مختلفه. بالعكس يعني هو ربنا عارف كل واحد بيحطه فين وعلى قد التجربه بيدي المنفذ معاه. بس دي بالنسبه لي بركه ما دفعتش فيها ثمن. فبحس انها هبه من ربنا اكبر بكتير من ان انا اقدر اوفي اللي ربنا عمله انه انا اتولدت في العيله دي وانه مع الاب والام والاخت. هو عارف الطباع بتاعتي هتمشي مع مين وهيستحملوني ازاي وهيحبوني ازاي قبل ما انا اكون بعرف ادي فيهم. فهو قرر انه في العيله دي انا اكون موجوده. فده كان بالنسبه لي اللي هو كبيرة قوي ومش هنعرف نغيرها. يا بخت بابا وماما. لا مش هنعرف نغيرها باختيارنا ومش عايزة يعني مش بتمنى ان انا اكون في مكان تاني. انا مبسوطة هنا وانا حسن وده فعلا ما كانش هينفع بطريقة تانية. حبيبتي ربنا يبارك. جميلة. ثانك يو. جولي تشكري ربنا على ايه؟ كتير. ايوه كتير. هو زي فينا ما قالت يعني اول حاجه جت في دماغي فعلا الحاجه اللي زي ما قالت انا ما عنديش اوبشن فيها اللي هو مش مثلا حاجه محدش بيختار اهله. بالظبط. لا بجد يعني ايوه يعني بشكر ربنا فعلا يعني على العيله اللي انا فيها. واكتر حاجه بشكر ربنا عليها فعلا هي حاجه شخصيه شويه اللي هي علاقتي انا واختي. بشكر ربنا فعلا انه عامل علاقة بيني وما بينها اقرب من الاخوات واقرب يعني قريبة جدا راجل احنا بنلقط بعض يعني. فانا بشكر ربنا على الحتة دي اللي هو هي حاجة ممكن في نظر الناس عادي انتي قريبة من اختك ايه يعني. بس انا بالنسبة لي صحاب كمان يعني صحاب وحبايب وكل حاجة اللي هو يعني فعلا انا بلجأ لها لما ببقى في اي حاجة وهي يا رب تكون بتلجأ لي. طب انت واخد بالك من الحوار؟ الشكر عمل ايه؟ احنا الشكر وصلنا للغفران والشكر وصلنا للحب كمان بين افراد العيله. يعني شوف بركات الشكر قد ايه بينكم وبيعمل ايه جواكم وفي نظرتكم لبعض ونظرتكم لربنا. وربنا يبارككم. امين. هو الوقت قرب يخلص وانا عايزاك ترنم تاني. بس الحاجه اللي انا عايزه اوصلها او عايزين نتكلم عنها اشكر ازاي وازاي ادرب نفسي او اتدرب ان انا اتعلم اشكر. انا اقول لك ببساطه مش هقول بفلسفه ببساطه الامر محتاج واحد يلاحظ ولا سيما ان الحق بيقول ان الله بيهتم بكل تفاصيل حياتي ولا سيما ان الله بيقول والحق بيقول انما خير ورحمه يتبعاني. اذا ثانيه واحده خير ورحمه بيتبعاني كل ايام حياتي. الله طب ايه اللي حصل؟ انا بمر دلوقتي بموقف صعب ده خير ورحمه؟ انا مش شايف فيهم خير ورحمه لكن تصديقي في الوعد بيخليني احس انا مش شايف يا رب ولا خير ولا رحمه في الموقف اللي بمر بيه لكن انا مصدق في وعدك. دي تدريب محتاجه تدريب ايماني ان انا ابقى حاسس
قد يكون في الظروف ديت انا مش شايف الا نرفزه وضغطه والموقف بموه بيسقط، فمحتاجه تدريب، محتاجه تعود، محتاجه ثقه. اقول بقى حته تانية، حق تاني، ان اللي محوطنا بحقه حق اخوه رحمه، واللي احنا نعرفه من الاحسان والمعروف والسياج اللي رب عامله علينا، اللي احنا بنعرفه منه لا يقارن من اللي احنا ما بنعرفوش رب بيحامي عننا من ورا ظهرنا. فاذا انا محاط بخير ورحمه ومحاط باحسانات احيانا بشوف بعضها واحس بيها وبقول لربنا شكرا فيها، لكن الجزء الاكبر منها انا بقول شكرا لربنا كم مره في اليوم؟ مره، مرتين، ثلاثه، لكن ربنا ال 24 ساعه مسيج عليا، هو كان يحتاج كل لحظه ودقيقه في ال 24 ساعه اقول له شكرا. فانا هحكي لك موقف جميل قوي قبل ما اقول الكلام ده، انا قلته في ترنيمه. يعني انا بقول في ترنيمه راعتني في حياتي، قدت خطواتي على مرتفعاتي وفوق افواه اسود، في مواقف حقيقيه عارفها او منسيه. يعني انا في مواقف انت نجيتني فيها وسيكت عليا انا عارفها، وفي مواقف انت سيكت عليا ونجيتني بس انا ما اعرفهاش، انا متاكد انك عملتها، لان الكتاب بيقول العدو بيجول ملتمسا من يبتلعه. الله، امال زي ما بيبتلعنيش دلوقتي، انا رب امر اوعى تقرب لده. مش معنى ان رب دخلني في موقف صعب يعني مش مسيج عليا، لا، هو احيانا بيعمل لي كده، بيقول لي انا عايز اكلمك وانا مش واخد بالي، فالخبطه دي مش جايبه معايا، فيعمل لي ازاي؟ انا عايز اكلمك، عايزك تفوق وانا مش واخد بالي، برضه مش جايبه معايا، فيضطر يقول لي انا عايز اكلمك وانا مش واخد بالي، فاضطر يسمح لي بموقف يفوقني. ولما الانسان بينكسر بيتضع، فبيعرف يسمع لعلاقه بالله. لكن انا قصدي اقول مش معنى ان في موقف صعب في حياتي ان الله شال سياجه من عليا كليا، ده لو شال سياجه من عليا ابتلع ابتلاعا، لان ابليس بيقول خصمكم، ابليس كاسد يجول ملتمسا من يبتلع، يبتلعه بموت، يبتلعه بمصيبه، يبتلعه بمرض، يبتلعه بطريقه حتى ممكن امراض. مش معنى كده رب سيبنا ابليس يبتلعنا، ده يعطي التجربه معاها المنفذ. فانا احكي لك موقف مثلا، سامحيني انا مش هطول، بس انا كنت مره احب الموقف ده. كنت ماشي انا واربع اصحاب في حي عندنا اسمه حي المعادي في مصر، عارفاه طبعا. فكنا اتنين، كل اتنين ماشيين بيتكلموا منهمكين في الكلام جدا جدا، كل اتنين بيحكوا مع بعض ومنهمكين. انا كنت من الاتنين اللي ورا، فشفت المشهد اللي حصل قدامي ده قدامي، فقادر احكي عنه بطريقه. فده بيثبت ازاي ان ربنا مسيج علينا في مواقف احنا مش واخدين بالنا منها وهو محوط علينا، فيستحق الشكر طول الوقت. فاحنا كنا ماشيين في حي كان الرصيف صغير قوي، فما ينفعش الاتنين يمشوا على الرصيف، فاضطروا انهم يمشوا عشان بيحكوا مع بعض، مش معقول واحد هيمشي في واحد تحت، يمشي تحت الرصيف. فكلنا ماشيين، هم اتنين على بعد مثلا 10 20 متر، 15 متر مني او 20 متر، وانا ورا، كل اتنين بيحكوا او مندمجين في الكلام. فانا شفت المشهد التالي، جه اتوبيس يا دوبك الرصيف في سور لفيلا، ورصيف صغير واتنين ماشيين، والاتوبيس يا دوبك جنبنا، واحنا واخدين الاتوبيسات تمشي جنبنا عادي يعني. وننط في الاتوبيس وهو ماشي يعني، كنا عملنا حاجات كتير. فايه؟ مفيش مكان يعدي واحد تالت. فجاي موتوسيكل بسرعه قوي عايز يعدي الاتوبيس لانه مستعجل، فبدل ما يعدي من الشمال دخل في اليمين وقرر انه يعدي بسرعه من اليمين. جه لنص الاتوبيس اكتشف ان في اتنين ماشيين. خلاص انا من ورا شفت المشهد قلت في اسم يسوع، في اسم يسوع، في اسم يسوع، ما خلاص دول ميتين لا محاله، موتوسيكل كبير وماشي بسرعه قوي وعايز يعدي، فلا الاثنين قصاده لازم يشيلهم، مفيش مساحه يعدي في اي حته ثانيه، هو سور ورصيف والاتوبيس وهم، فاسهل حاجه ان هو يشيلهم. فانا قعدت اقول في اسم يسوع، في اسم يسوع، يعني اللي حصل ان راجل لهم قد فتلبخ، فقعد يخبط يجيب شمال يخبط في الاتوبيس، هو فرمل بس على ما فرمل خبط شمال في الاتوبيس وخبط شويه فوق بتاع عشان لحد ما هدى وعدى الاتوبيس، فرجع دخل من شمال الاتوبيس. على كل ده الحمد لله والاتنين اللي قدام ما وقفوش كلام، الحته اللي بقولها لك يعني يا امل، كل ده ما كان، كل ده والاتنين اللي قدام ما خدوش بالهم بالمصيبه اللي كانت ورا ظهرهم، وما بطلوش كلام، مش وقفوا الكلام، لا ده كملوا الكلام وما كانوش واخدين بالهم ايه المصيبه والموت اللي كان هيموتهم، والله حماهم. فقيسي على كده بقى حاجات كتير، لحظه بلحظه، دقيقه بدقيقه، مواقف الله بيدافع عننا من ورا ظهرنا واحنا مش واخدين بالنا. عايزه اقول لك طريقه من ضمن التدريبات
ايوه اخذناها في مجموعات تلمذه في تبع الكنيسه. كل يوم نكتب 10 أيوة. حاجات. كنت هقول لك كده لسه، كل يوم نكتب 10 حاجات ربنا بيعملهم علشاننا، فهتلاقي لا حصر للحاجات. ايه كل الحاجات اللي انا ما فكرتش فيها دي؟ ايه كل الحاجات دي؟ وعنينا بتتعود ان انا انام واصحى وانا بتنفس سليم. ان انا بمشي أيوة. ان انا بشوف، ان ليا ايدين، ان انا بقدر اسوق، ان انا في حاجات كتيره قوي تفاصيل في حياتنا محتاجه ان احنا عينينا تتفتح عليها ونشكر ربنا. ما هو الاول يا امل كان المفروض الناس تعرف، اعزائنا المشاهدين نعرفهم الاثر الايجابي اللي في حياتنا على من الشكر. عشان كده اشجع كل حد بيشوفنا دلوقتي انك تدرب نفسك في الصغننه عشان تكبر معاك. يعني ادرب نفسي الرب عمل معايا حاجه حلوه، الايات والعجائب التي صنعها معي الله العلي حسن لي ان اخبر بها. يعني مش اتفاخر بها واقول انا عندي ورب عمل، لا، اخبر بها، اخبر بها باتضاع، اخبر بها اقول الرب ليه المجد، نجاني من حادثه النهارده، الرب الصالح سيج عليا النهارده وباركني في بركه جديده في الشغل. انا مش بتفاخر بنفسي عشان يعني قصاد الناس، لا، ده انا بتفاخر بايد الله اللي خلصتني، لان هو في شعره ما بين التفاخر بالنفس والتفاخر بالرب. فلازم نتفخر برب ونحكي. فعايز ايه؟ الانسان ذاكرته ضعيفه قوي، الحاجه الحلوه ما بناخدش بالنا منها، الحاجه الوحشه بتعلم، وده اللي ابليس عايزه. فعشان كده محتاج اعمل ايه؟ زي ما انت بتقولي اكتب. انا حابب احكي عن اللي رب عامله، لان الحكاوي بتشبع قلب الله. ما هو الكتاب بيقول كده، الايات والعجائب التي صنعها معي الله العلي حسن لي ان اخبر بها. فالرب بيحب يسمعها ويفرق معاه، هو مش طالبها بس يفرق معاه لو سمعها. عشان كده اتعود كل حاجه انا ببارك يا رب، بدل ما اقول يا نهار اسود حصل، بدل ما اقول اللغه دي اقول يا رب صالح رب، حتى لو موقف صعب انا ببارك ربنا انه صالح حفظني النهارده من كذا، او حصل كذا ورب اداني احتمال، وهفضل شايف الخير وشايف الحاجه. محتاجه اتعود ان انا ابدا لمعرفتي باهميه الشكر، ازاي بيسكت عدو منتقم فاتح فاه علينا. فابدا اتعلم، عمري لما اقعد اقول ده اليوم ده من اوله كده باين ان هو مش يوم ابيض، ده شكلها كده الدنيا مش عارف، بدل ما اقول اللغه اللي تجيب ابليس ويعني الكتاب بيقول ببركه المستقيمين تعلو المدينه وبفم الاشرار تهدم. اللي بيتكلم سلبي، الكلام اللي بنقوله ده هو كلام سلبي بيها. فمحتاج ان انا اتدرب اقعد اقول اشهد على الرب واشهد في الصغيره، فيقول الكتاب كنت امين في القليل اقيمك عكسي. فتعود تبقى اسلوب حياه بدل التزمش. ولا سيما ان عندي امور يا امل، بما انك بتقولي الدين، في عندي امور اقدر اشكر عليها كل الوقت، صحتي. ان انا اقوم كل يوم الصبح عندي قادر اكل واشرب اللي انا عايزه. في ناس ما بتقدرش، الله يعينها والله يشددها، لكن في حاجات طبيعيه. ان انا ربنا مباركني بزوجه رائعه وبنات رائعين، دول مصدر امتياز قصاد رب. اقول له انا بشكرك من اجل عيلتي، من اجل بناتي، من اجل مراتي. مش كل واحد عنده ولاد ده طبيعي، لا، ممكن ما يجيليش ولاد. فلو عندي ولاد ولو عندي بنات اشكر ربنا عليهم. انا قصدي في حاجات طبيعيه حاصله في حياتنا متخيلين انها الطبيعي، لا، حلو ان انا اتعود اشكر. في ناس محرومه منها بالظبط كده. اشكر ربنا على الحاجات الطبيعيه، عندي عربيه غير ما عندوش، صح، عندي بركه ماديه غير ما عندوش، فده مش طبيعي، انا مش مخلوق كده. ده هو اللي يعطي، الكتاب يقول كده، الله هو اللي بيعطي القوه لاصطناع الثروه، هو اللي يعطي الفهم في شغلك، هو اللي يعطي الحكمه انك تقدر تجيب تكسب في شغلك ازاي، او انك انت في شغلك بتبدع ازاي، او انك انت تنجح في شغلك. الله اللي بيعطي كده، فمحتاج ويستحق رب شكر. حلو ان احنا ندرب نفسنا على كده. امين. كنت فاكره الحادثه بتاعت، مش عارفه في وقت ولا لا، هو باقي دقيقتين بس. طيب بسرعه كده، الحادثه بتاعت الجاسوسين اللي هو ال 12 جاسوس اللي اتبعتهم موسى، بتبين العكس، بتبين ان اللي بياخد اتجاه التذمر مش بس هو بيخسر، او اتجاه التذمر يكمن في الواقعيه السلبي. التذمر يكمن في ان انا عيني شايفه كده والواقع، فبنقل الواقع بعيوب المرير. يعني الواقع اللي مش مسنود على نعمه ربنا او على صلاح ربنا او على كلمه ربنا. يعني احنا في مهب الريح بقى كده. العشرة بيقول عليهم ايه؟ نقلوا مذمة الارض. فهم خسروا ارض الموعد، الشعب كله خسر ارض الموعد، قعدوا 40 سنة في البرية ما عندهمش اي امل انهم يطلعوا من الارض اللي هم فيها.
الاثنين الوحيدين اللي شافوا الواقع ما اتكلموش بواقعيه بالحق مرتبط بحق ربنا هم دول اللي دخلوا ارض الموعد من 2 مليون نفرين من 2 مليون لانهم كانوا رابطين اللي بيشوفوه مع يقيسوه على مقاييس الله بحق الله. فانا بخسر انا لما بتسحب في ارض التذمر انا اللي بخسر حياتي بيتي وقتي صحتي كل حاجه كل حاجه بفقدها يعني بالظبط. طب هو يعني ما فيش وقت للترنيمه خلاص انا اسفه بس احنا اتكلمنا كلام حلو قوي قوي مهم جدا يعني شفنا في الشكر غفران في الشكر محبه في الشكر في مشيئه ربنا رضا وقناعه ايوه دي يمكن النقطه اللي احنا ما اتكلمناش فيها رد للمسلوب يعني رد للمسلوب وان احنا ندخل مشيئه الرب ان احنا بنهاجم ابليس لكن الحاجه اللي انا حابه يعني اكون نختم بيها ان في الشكر قناعه انا راضي ومكتفي فانا بشكر اشكر ربك على كل اللي عندك عشان اللي عندك حلم كتير لناس كتير حلم كبير لناس كتير وده اللي كنت بتقوله حضرتك من شويه ان انا بشكر على الحاجه اللي ربنا مديها لي عشان مش كل الناس عندها عارفه لما كنت حاسس ان رب عامل في حياتي حاجات حلوه yeah. احس لو حصل معايا حاجه وحشه اقول ما رب عامل معايا حاجات حلوه كتير فبقدر طاقه الانسان اللي بيشكر بتبقى اقوى واوسع في احتمال المشقات والحاجات الصعبه لان ربنا عامل معايا حاجات حلوه مش مهم تحصل حاجه وحشه yeah. منه وقتنا خلص انا بشكركم جدا جدا فعلا حلقه مميزه جدا جدا وبشكر ربنا من اجل الحلقه دي ومن اجلكم انتوا كعيله ربنا الله يباركك يا اختي ويستخدمكم شكرا ليك يا اساسي هناك جدا منال بشكرك جدا فينا وجولي شكرا ليكم ربنا يبارككم بشكركم جدا اعزائي المشاهدين كل سنه وانتم طيبين وكل عيد شكر وانتم طيبين ويا رب دايما شاكرين ودايما نكون شاكرين الى اللقاء في حلقه جديده وبرنامجكم من الحياه.